في الفيلم هذا باش نحكيو على موضوع التناسل. وكما تعرفوا موضوع التناسل مهم جدا عند مربي الأبقار، وفي نفس الوقت يطلب برشا متابعة ومراقبة، تسجيل المعطيات اللازمة الكل، التلقيح في الوقت المناسب وغيره. وهذا الكل باش تنقص المصاريف الزايدة وتضمن عجل وإلا عجلة في العام وصحة جيدة للبقرات. بديت بقرة وتو ما شاء الله عندي 5 بقرات، وإن شاء الله ما زلت نطور المشروع. هو نبدو الجيم. ما معنى الجيم؟ الجيم هو البقرة يعني بتطلب الثور. كيفاش تطلب؟ يعني ثم مراحل تمر بيها. عندك أول مرحلة البقرة هي السباع تسبي، ثم تبدأ تعيط، ثم تشم أختها، ثم تنقز على أختها، وفي الأخر حاجة هي تحمر. أخت البقرة اللوطنية تركح، الراية اللوطنية هي اللي طالبة الثور. فك الوقت هذاك نحن نعيطوا نكلموا البيطري باش يجينا ما يفوتش 12 ساعة. عطيناهم احنا كرارس بالتسجيل، يسجل فيها النهار لقاها، النهار مش يشوفها يعني شدت ولا، النهار مش يجيب لها طبيب باش يثبت فيها شدت ولا، النهار مش يغرزها، النهار مش يحضرها حتى الوتود. عطاونا كرارس وعطاونا وثائق اللي احنا نجموا نسجلوا فيهم وما نضيعوش، ونستحفظوا على تثبيت الحمل والعشار والولادة. مثلاً مش نعطيكم لمحة، البقرة اللي بحذية هذه اللي نمروها 60-69، مش نعطيكم فكرة البقرتي هذه البقرة البيضة اللي هي 10 نهار 15 ديسمبر 2019. جبت أنا البيطري باش شفناها اللي هي 10 بالضبط نهار 13 فيفري في جويلية، دخلت المرحلة متاع التغريز غرزت لها. بعدين في 2 سبتمبر دخلت في مرحلة تحضير الولادة، قاعد نزيد فيها في شوية نعطي فيها في الكالسيوم، ونزيد فيها في شوية نمرو 7، ونهيئ لها في البلاصة نتاعها على خاطرها قريب، هي تو إن شاء الله قريب، نهيئ لها في البلاصة نتاعها باش تولد. ولدت البقرة العجل، هنا العجل من يولد راهو يلزم يبعد على أبوه، يلزم نلبوه. الباء المناعة، هو مناعة للعجل، 5 أيام يلزم يشرب الباء العجل، باش نفطموه يلزم 3 شهور. أهم حاجة في الولادة متاع العجل الباء متاعو، الباء متاعو الخمس أيام الأولانيين معناتها، وتقويته في الحليب من بعدين حتى لين يتفطم.